أصدقاء ومحبين مجلة علاء الدين، إحنا النهاردة في معرض الكتاب لدورته 55، وإحنا هنا موجودين عشان نسأل الأطفال اللي في معرض الكتاب. معكم الإعلامية والرسامة مروة عصام ومراسلة مجلة علاء الدين. كلنا عارفين إن الرسم موهبة مفضلة لكتير من الأطفال، وعندنا هنا في مصر موهوبين متعددين حرفياً، والناس اللي بتحب الرسم وبتروح المتاحف كتير بتشوف مواهب زي دي اللي فعلا تستاهل، واحنا هنا موجودين علشان نسأل الأطفال اللي بتحب الرسم فعلا. يلا بينا نسأل. أهلا بيك. الحمد لله. اسمك ايه؟ عز. بتحب الرسم؟ اه. طيب ممكن أسألك سؤال؟ اسألك. مين هو اللي بيرسم شخصية علاء الدين؟ حضرتك أنا عارف. حضرتك محمد صلاح. مين هو اللي بيرسم شخصية علاء الدين؟ الأستاذ وليد نايف. صح. هتاخدي معانا هدية من الصندوق. مبروك خدتي معانا التوكة. ممكن أسألك سؤال؟ ممكن. اسمك ايه؟ ديو محمد نجم. طيب دلوقتي اللوحة الوحيدة اللي احنا لو رحنا في اي زاوية من الأوضة بنفضل بصين عليها وهي برضو بصلنا، ايه هي؟ موناليزا. اجابة صحيحة. تعالى خد هدية من الصندوق. علاء الدين مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي.